يا ترى إيه هي الجريمة اللي بسببها اتقبض على أنور وجدي في بورسعيد، واللي كمان بسببها أبوه طرده؟ وإيه حقيقة إنه كان لبيس ليوسف وهبي؟ وهل فعلاً شهر العسل مع حب عمره قلب بكابوس وراجع منه في تابوت؟ وهل اتعمى في آخر أيامه وما كانش بيشوف؟ كل الحاجات دي هنعرفها دلوقتي في مجلة الحياة. أهلاً بيكم. يمكن تكون معظم أدوار أنور وجدي في السينما هي دور الشاب الغني اللي من عائلة أرستقراطية، وعلشان نكون منصفين هو ما اختارش الأدوار دي، لكن شكله وملامحه وتعليمه الفرنساوي هما اللي حصروه في الأدوار دي لحد ما ابتدى ينتج لنفسه. أنا مش بقولكوا الكلام ده علشان نقيم أدواره، لكن علشان تعرف إن المظاهر خداعة، وإن رغم كده كان فقير ومش لاقي ياكل، وإنه قضى معظم حياته في ظروف صعبة جداً، بيشتغل كذا شغلانة وبينام في أوضة شرك فوق السطوح. اسمه الحقيقي محمد أنور يحيى الفتال، واتولد في 11 أكتوبر سنة 1904 في حي الظاهر بالقاهرة. كان والده تاجر قماش سوري الأصل، لكنه خسر تجارته وكل فلوسه وجه على مصر علشان يلاقي شغل ويبدأ من جديد. وعاش أنور الفتال في حي الظاهر، واتجوز من سيدة مصرية اسمها مهيبة، وخلفه محمد اللي هو أنور وجدي وثلاث بنات. في البداية دخل أنور وجدي مدارس الفرير الفرنسية بالقاهرة، لكن بسبب الحالة المادية المتعثرة اللي عانى منها الأب خرج من المدرسة واشتغل علشان يساعد والده. وكان شخص متعدد المواهب ومحب للفن من صغره، وكان بيحلم إنه يسافر لأمريكا ويبدأ من هوليوود. وعلشان كده استخبى هو واتنين أصحابه في سفينة شحن في ميناء بورسعيد، على أساس إنهم يهربوا ويطيروا على أمريكا ويشتغلوا في السينما هناك. لكنهم اتمسكوا واتقبض عليهم، وبسببها طردوا والده من البيت، وقرر إنه يبتدي من مصر ومن شارع عماد الدين. وأخذ بعضه وقعد قدام باب فرقة رمسيس، كان قصده يستنى يوسف وهبي مدير الفرقة علشان يشغله معاه في المسرح. لكن يوسف وهبي تجاهله خالص، فلجأ لرجيسير مشهور اسمه قاسم وجدي، واللي سمى نفسه بعدها على اسمه، وطلب منه يشغله في مسرح رمسيس حتى لو هيكنس المسرح ويعمل شاي وقهوة. وفعلا شغله الرجيسير ثلاث شغلانات مع بعض، الأولى لبيس ليوسف وهبي، والتانية سكرتير ليوسف وهبي شخصيا، والتالتة سكرتير للرجيسير شخصيا، يعني وصل مواعيد التصوير للفنانين وكده. وعاش أنور وجدي في أوضة فوق السطوح مع زميله اللي كان لسه بيبتدي هو كمان، اللي كان عبد السلام النابلسي، وبقى يشتغل في كتابة مسرحيات قصيرة من فصل واحد وبيبيعها للفرق الجديدة كشغلانة زيادة أهي تزود الدخل والسلام. بعدها بدأ يمثل ككومبارس صامت في أدوار صغيرة في فرقة يوسف وهبي، وبعدها قدمه يوسف وهبي للسينما كوجه جديد، ومن هنا انطلق في السينما وساب المسرح خالص وبقى أشهر نجم سينمائي في مصر. قدم أنور وجدي مجموعة من أنجح الأفلام في تاريخ السينما، وبعدها بدأ ينتج لنفسه ويكتب وينتج ويخرج أفلامه كمان، واشتهر بتقديم الأفلام الاستعراضية والغنائية، وكان صاحب الفضل في تقديم عدد من المواهب الكبيرة في السينما، طبعا من أشهرهم الطفلة المعجزة فيروز. أما عن حياته الخاصة، فارتبط أنور وجدي في بداية حياته بالراقصة أدرية حلمي، وبعد شوية طلقها واتجوز من الفنانة إلهام حسين، ويقال إنها استخدمته كسلمة تطلع عليها. ولما قدمها للمخرج محمد كريم وعملت أول بطولة ليها، طلبت من المخرجين والمنتجين إنهم ما يشغلوهوش، وعشان كده حصل انفصال بينهم في السنة الأولى من الجواز. بعدها على طول ارتبط بعلاقة حب مع الفنانة ليلى فوزي، وكانت ملكة جمال مصر ولسه في بداية مشوارها الفني، لكن والدها رفض جوازهم بسبب إن أنور وجدي وقتها كان معروف بعلاقاته النسائية الكتير، وجوزها والدها من المطرب والممثل عزيز عثمان، واللي كان أكبر منها ب30 سنة. بعدها وفي سنة 45 عمل فيلم ليلى بنت الفقراء مع ليلى مراد، وارتبط معها بعلاقة عاطفية واتجوزوا أثناء تصوير الفيلم. وعاش أنور وجدي وليلى مراد 8 سنين مع بعض، واشتغلوا سوا مجموعة من أنجح الأفلام، لكنهم اتطلقوا أكتر من مرة بسبب الغيرة الفنية والعلاقات النسائية. وبعد طلاقه الأخير من ليلى مراد رجع تاني لعلاقته العاطفية بليلى فوزي، واللي كانت وقتها اتطلقت من عزيز عثمان بسبب غيرته الشديدة. الصحيح بطلوا ده واسمعوا ده.
في الوقت ده بدأ أنور وجدي يحس بأعراض مرض الكلى، والمرض اللي كان بيعاني منه كان مرض وراثي سبق ومات بيه والده وأخته. ولما اشتدت الأعراض عليه طلب من ليلى فوزي إنها تسافر معاه لفرنسا علشان يتعالج، وسافرت معاه فعلا. وهناك وأول ما وصلوا راحوا القنصلية المصرية واتجوزوا رسمي، لكن للأسف ما لحقوش يتهنوا بقصة حبهم وجوازهم اللي جه بعد صبر سنين، لأن حالته الصحية اتدهورت، وبدل ما يعيشوا شهر عسل كانوا بيلفوا على المستشفيات ويعملوا عمليات، ومن مستشفيات فرنسا لمستشفيات السويد، وفي النهاية اتصب العمى وما بقاش شايف قدامه وتوفى في السويد. ورجعت ليلى فوزي شايلاه في صندوق سنة 55. ويمكن وانت بتشوف قصة أنور وجدي من بره تفتكره عاش في حياة الغنى والرفاهية فترة طويلة، لكن للأسف كل اللي أضاف الحياة دي هم 10 سنين بس. ابتداهم مع أول بطولة سنة 44 وهي فيلم كدب في كدب، وانتهى مع آخر بطولة سنة 54 بفيلم قلوب الناس. وتوفى أنور وجدي في 14 مايو سنة 55 عن عمر 51 سنة بس. ووفاته عملت صدمة كبيرة جدا في الوسط الفني وبين الجمهور، وتعملت له جنازة كبيرة جدا في ميدان التحرير. ورغم انه ابتدى فقير قوي الا انه ساب ثروة كبيرة جدا، ترك فيلا في الزمالك وعمارة في وسط البلد ومعمل تحميض افلام سينما وفلوس في البنك. الثروة دي عملت مشاكل ما بين اخواته البنات ووالدته وبين ارملته ليلى فوزي، لحد ما المحكمة جمدت الميراث، وفي النهاية اتنازلت ليلى فوزي عن كل حاجة. الله يرحمه.